بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 16 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ، حياكم الله وبارك فيكم. أثابكم الله في مستهل هذا اللقاء. هذا أحد الأخوة يسأل ويقول بارك الله فيكم، ما هي نواقض الإسلام حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواقض الإسلام كثيرة وخطيرة جدا، يجب على المسلم أن يعرفها، علمها لأجل أن يتجنبها ويحذر منها، ولا أحد يأمن على نفسه. فهذا إبراهيم خليل عليه الصلاة والسلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلا يأمن الإنسان على نفسه، بل يخاف ويحذر ويسأل الله جل وعلا الثبات. وهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على ديني. فالواجب على المسلم الحذر من ذلك وسؤال الله الثبات وحسن الخاتمة، هذا هو الواجب على المسلم بعد معرفة ما ينقض الإسلام ويطله، يتجنبه ويحذر منه، لا سيما وأنتم تعلمون غربة الدين في هذا الزمان، كثرة الفتن وكثرة دعاة الضلال. على صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها، وقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الواجب على المسلم أن يتمسك بدينه مهما كلفه ذلك ومهما عرض له من الامتحان، فإنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، من شدة ما يلقى من المشقة ودعاة الضلال والغربة عليه أن يتمسك بدينه مهما كلفه الثمن. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نواقض الإسلام كثيرة ذكرها العلماء في باب حكم المرتد في كتب الفقه، ولخص منها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 10 نواقض من أهمها. أولها الشرك بالله عز وجل، لأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله. ومنها السحر، إنه كفر تعلمه وتعليمه. منها الحكم بغير ما أنزل الله، لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. إذا اختار هذا على حكم الله، قدمه على حكم الله، يرى أنه أحسن أو أنه مساو لحكم الله أو أنه مخير، فإنه يكون كافرا بالله الكفر الأكبر والعياذ بالله. ومنها ادعاء علم الغيب، الذي يدعي علم الغيب كالكهنة والمنجمين وقراء الكف وما أشبه ذلك من الذين يخبرون عن المستقبل، هذا كفر بالله، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. ما قال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلا يدعي علم الغيب إلا من هو مرتد وكاهن وكافر. وبقية النواقض معروفة يرجع إليها، لكن على المسلم أن يحذر غاية الحذر. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: هل للنفاق أنواع؟ نعم، النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، وهو ينقسم إلى قسمين: نفاق أكبر هو النفاق الاعتقادي، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، كما عليه المنافقون الذين نزل فيهم القرآن وحذر الله منهم ومن دسائسهم، فإنهم يظهرون الإيمان تقية وطمعا في أمور الدنيا والعيش مع المسلمين، لكنهم على الكفر في باطن أمرهم وقلوبهم، ويتربصون بالمسلمين الدوائر دائما، فإذا صارت الغلبة للكفار انحازوا معهم، وإذا صارت الغلبة للمسلمين انحازوا معهم، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا هو النفاق الأكبر. والنوع الثاني النفاق الأصغر، الأول هذا لا يصدر من مؤمن ولا يجتمع مع الإيمان أبدا، والنوع الثاني النفاق الأصغر، وهذا يمكن أن يصدر من المؤمن، مثل الرياء، يسير الرياء
والسمعة، وكذلك الكذب، آية المنافق 3: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا تمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عهد غدر. هذه من خصال النفاق، إذا كثرت في المسلم صار منافقا خالصا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه واحدة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر بهذه الرسالة التي بعثها أبو محمد من الرياض، يقول: ما حكم زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ خروف وأموال للتوسل بها؟ زيارة القبور تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية مأمور بها شرعا بها فضل، وهي زيارة القبور لأجل الاعتبار والاتعاظ بأحوال الأموات، ولأجل الدعاء للميت والسلام عليه، نفع الميت الدعاء والاستغفار له، هذه مشروعة قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، وهي مشروعة للرجال فقط، من النساء فلا تزور القبور، قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرق. هذه الزيارة الشرعية. النوع الثاني الزيارة البدعية الشركية، وهي التي يقصد منها الزائر التقرب إلى الأموات ودعاء الأموات والاستغاثة بهم، تبرك بتربتهم وما أشبه ذلك، فهذه زيارة بدعية شركية، لأنها يقصد منها عبادة الأموات بدعاء والاستغاثة، وإذا أخذ معه ذبيحة يذبحها تقربا إلى الميت فهذا شرك أكبر، لأن الذبح على وجه التقرب عبادة، لا تكون العبادة إلا لله، قال جل وعلا: صلي لربك وانحر، قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ولا غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء الآية. فهذه زيارة بدعية شركية والعياذ بالله، وهي التي يقوم بها الخرافيون وعباد القبور. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال. أم عبد العزيز من منطقة تبوك تقول: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي جزاكم الله خيرا، هل يجوز أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأصلي على النبي بعد كل صلاة 20 مرة وأكون قد قلتها في اليوم 100 مرة، أم أن هذه بدعة؟ هذا شيء طيب لكن لا يرتبط بالصلاة، تقوله في أي وقت. الذي يرتبط بالصلاة هو ما ورد من الأذكار الخاصة في أدبار الصلوات كالتهليلات العشر بعد المغرب والعشاء: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين لو كره الكافرون، وهذا بعد كل فريضة. ثم يسبح الله 33 ويكبر الله 33 ويحمد الله 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا أيضا بعد كل صلاة أدبار الصلوات كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. السائل عبد العزيز من جدة يقول: كان والدي مريضا مرضا نفسيا وطالت معه مدة المرض وتخلل ذلك مراجعة للمستشفى، لكن أشار علينا بعض الأقرباء بأن نذهب إلى امرأة قالوا إنها تعب علاجا لمثل هذه الأمراض، وقالوا أيضا أعطوها الاسم فقط وهي تخبركم بما فيه وتصف له الدواء، هل يجوز لنا أن نذهب لهذه المرأة أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء؟ هذه لا يجوز الذهاب إليها لأنها مشعوذة، قد تكون ساحرة وقد تكون تتعامل مع الجن وتستغيث بالجن، فلا يجوز الذهاب إليها، بل لا يجوز تركها في بلاد المسلمين، لا بد من الإبلاغ عنها لولاة الأمور ليأخذوا على يدها هي وأمثالها، فلا يجوز الذهاب إليها. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول، رمزت لاسمها بفاطمة من جدة، تقول: يوجد أخ لزوجي لا يصلي إلا قليلا ومقصر، وأنا أسكن عند أسرة زوجي وأهله يجالسونه حتى ولو كان الإمام يصلي، فماذا علي أن أفعل وأنا لست من محارمه، وهل علي إثم بذلك حيث لا أستطيع نصحه؟ لا، إذا تعمد ترك الصلاة نهائيا إنه أما إذا ترك صلاة الجماعة ولكنه يصلي البيت فهذا تارك لواجب وهو صلاة الجماعة، فلا بد من التفصيل في هذا. إذا كان يترك الصلاة نهائيا ولا يصلي لا مع الجماعة ولا وحده هذا كافر بالله الكفر، لا يجوز أن يبقى في البيت، بل على صاحب البيت والقائم على البيت أن يطرده من بيته، وإن كان البيت له فلا تسكن معه، اخرج أنت أو أنت أيها السائل، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. هل يعتبر هو الحمو؟ نعم. هل يعتبر هو كما قال الرسول هو الحمو؟ هو الحمو.
حمل إذا كان قريب الزوج، لكن هذا حمل كافر. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال. هذا مقيم في المملكة، رمز لإسمه بصالح، يقول: مات عندنا في قريتنا رجل وجاء خبر وفاته في النهار، ورأينا نساء مسنات من البلد يذهبن إلى بيته وهو مسجى بعد تكفينه وسط النساء وهن حوله، فسألناهن لما تذهبن عنده، قلنا نتبارك به، فما حكم عملهن هذا وهل هو له أصل في الشرع؟ لا أصل لهذا، وهذا من البدع. لا يتبرك بأحد من المخلوقين، لا من الحجر ولا من الشجر ولا من الناس، إنما يتبرك بما جعله الله مباركا. النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بعرقه وريقه ومن فصل من جسمه وشعره عليه الصلاة والسلام، وأما غيره فلا يتبرك بأحد. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سؤال آخر. هذا السائل يقول: أبو علي من مكة المكرمة، قل ما السبب أو العلة في تحريم زيارة النساء؟ قالوا لأن المرأة ضعيفة وقد تتأثر وتجزع عندما ترى قبر قريبها ابنها أو ترى قبر أبيها أو أخيها أو قريبها، فلا تملك نفسها وربما يحصل منها نياحة أو ندب. وأيضا المرأة يخشى عليها من الفسقة، إنها إذا زارت القبور فإن الفسقة قد يعتدون عليها أو يخدعونها، من أجل هذا لا تزور المرأة القبور. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، هذه أم ياسر من الخبر تقول: أنا مريضة وأحيانا أبكي لما صارت إليه حالتي بعد مرضي، فهل هذا البكاء معناه اعتراض على الله عز وجل وعدم الرضا بقضائه، وهذا الفعل خارج عن إرادتي؟ وكذلك هل التحدث مع المقربين عن المرض يدخل في ذلك؟ مجرد البكاء من الألم هذا لا يضر ولا يمنع، لأنه بغير اختيار الإنسان، وأنت قلت إن هذا بغير اختيارك، فلا يضرك إن شاء الله، لكن الصبر والتحمل لا شك أنه أحسن. وإخبار القريب أو غير القريب بالمرض لأجل التماس العلاج والدواء له لا بأس بذلك، أو من أجل أن يدعو لك بالشفاء لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد يسأل يقول: هل لشهر رجب وشهر شعبان أفضلية في الصيام وفي العمرة وفي الصلاة؟ أما شهر رجب ليس له أفضلية ولا خصوصية على غيره من الأشهر، إلا أنه من الأشهر الحرم، لكن أن يخص بعبادة من صيام أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك هذا لا أصل له، إنما هو كسائر الأشهر، لأنه لم يثبت دليل لتخصيص رجب بشيء من العبادات. وأما شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر فيه من الصيام، كان يصوم غالب شهر شعبان، الذي يصوم في شهر شعبان غالبه هذا سنة، وليس هناك ما يشرع في شعبان غير الصيام لكثير من أيامه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. وتخصيص النصف من شعبان بالصيام لا أصل له، تخصيص النصف ليلة النصف من شعبان تخصيصها بقيام، تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام هذا بدعة لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: تعودت أن أدفع زكاتي في شهر رمضان المبارك، ورغبة مني في تعجيل هذه الزكاة، ما حكم عملي هذا؟ لا بأس بذلك، إخراج الزكاة الواجب أن يخرج عند تمام الحول، وإذا عجلها لغرض صحيح انتهاز فضيلة الوقت أو حاجة المحتاج لا بأس، يجوز تعجيل الزكاة في سنتين فأقل. وفي المقابل تأخير الزكاة الشيء. تأخيرها لا يجوز إلا لغرض صحيح، كأن يكون ما عنده دراهم في الوقت الحاضر وينتظر مجيء دراهم ليخرجها، أو أنه ينتظر وجود محتاج يعرفه ويريد أن يؤخر الزكاة من أجله، لا مانع إذا كان لغرض صحيح فلا بأس. أحسن الله إليكم. هذه أم سعد من المدينة المنورة تقول: واجهتني في حياتي عدة مشاكل جعلتني أكره الحياة، فكنت كلما أتضجر أتوجه إلى الله بأن يأخذ عمري في أقرب وقت، وهذه هي أمنيتي حتى الآن، لأنني لم أرى حل لمشاكلي سوى الموت، هو وحده الذي يخلصني من هذا العذاب، فهل هذا حرام علي؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به، فإن كان لا بد فاعلا فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولا يتمنى الموت من أجل أنه أصابه مرض أو هم، بل يصبر على ذلك ويحتسب الأجر. ومن الذي يدري الإنسان أن ما بعد الموت أريح له مما قبله؟ يكون والعياذ بالله ما بعد الموت أشد، على المسلم أن يصبر. هذه أم بدر بارك الله فيكم تسأل وتقول: عندما أقرأ القرآن الكريم أجد في كثير من آياته أن الله تعالى يبشر عباده المؤمنين الرجال بحور العين، فهل المرأة ليس لها آخرة بديل عن زوجها؟ فهل المرأة المؤمنة نعيمها أقل
من الرجل المؤمن؟ قال الله سبحانه وتعالى من عمل قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم أحسن ما كانوا يعملون. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. المرأة مثل الرجل في الثواب في الجنة ولها زوج ولها زوج في الجنة. إنا إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا رابا لأصحاب اليمين. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال من المستمع محمد، يقول كثيرا ما يهم الإنسان بعمل الخير ثم يأتي الشيطان فيوسوس له ويقول إنك تريد ذلك رياء وسمعة فيبعدنا عن فعل الخير، فكيف يمكن تجنب مثل هذا الأمر؟ لا تلتفت لهذا الوسوس، اعزم على فعل الخير وامضي فيه واستعذ بالله من وساوس الشيطان، هو يريد أن يمنعك من فعل الخير فيأتيك بهذه الوسوسة، فلا تلتفت إليه وأقدم على فعل الخير. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم علمكم، وأسأل الله العلي القدير أن ينفع الإسلام والمسلمين وأن يجعل ذلك موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإتاء، كما نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. شكرا لكم، وهذه تحية من الزميل الذي سجل هذه الحلقة عثمان ابن عبد الكريم.